قولي. ربنا عايز يديله ان شاء الله يجي عند الدكتور احمد وربنا الله يبارك فيك. باذن الله معانا النهارده مدام سرية محمد فراج. مدام سرية كانت عندها تاخر انجاب حوالي 5 سنوات، كان عندها مشاكل في الحياه المنويه وعدت، وكان في مشاكل في انابيب وتكيسات، فعملنا لها بروتوكول كويس جدا، كشفناها عليها كويس، ادينا بروتوكول طلع بيضات والحمد لله ربنا كرمها ولها اجنه عندنا مجمده. احنا يا جماعه بنقول الحقن المجهري، الحقن المجهري الواحد بيجيب عيله، بمعنى ان احنا بناخد الاجنه ديت نحاول ندي بروتوكول يا جماعه عدد كويس بويضات، المهم ان انا ادي بروتوكول يناسب الحاله عشان احصل على عدد بويضات مش كتير لكن جوده احسن. انا بتكلم يا جماعه ان البروتوكول الناجح، عشان الناس تقولش انا جبت مثلا 70 بيضه و40 بيضه و50 بيضه والكلام ده، الكلام ده احنا ما بنجيبش العدد عشان ما ندخلش الحاله في مشاكل، احنا بنجيب بويضات مناسبه تكون ذات جوده جيده تناسب الحيوان المنوي وتعمل اجنه وتخصب بعد حقنها بالحيوان المنوي، ونقدر نرجع للاجنه للسيده اجنه في اليوم الخامس، بنخزنها ايضا في اليوم الخامس، بنخزن الاجنه في اليوم الخامس. ست تولد مثلا بنتين اهوت، وبعد كده تفطم وتقعد 3 شهور بعد الفطام وتيجي ترجع لها الاجنه، وممكن تعمل تحديد نوع الجنين من الاجنه الموجوده عندنا اللي متشاله في قلب الحضانه. كنت انا هعمل عند دكتور تاني، وماما اللي شافت حضرتك في الرؤيه في المنام فقالت لا احنا هنروح هناك، وانا ما كنتش اعرف يعني اني مش متابعه ولا كده. فجينا عند حضرتك وربنا كرمنا. انا كنت هعمل عند الدكتور من غير اسم، وبعدين قلت يا رب دلينا على الطريق الطيب. فشفت حضرتك في المنام، تمام، وجينا عمل الحمد لله. وربنا اكرمنا الحمد لله. طب الناس اللي معاك كلك حوامل؟ ان شاء الله. واحنا اول ما جينا لك اول كشف هناك كان كتير برضه، الحمد غير لله. احنا ما كنا نتعرف عليك. الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك لك. تقولي ايه لدار الام يا حاجه وانت تبقى في تظاهر وجمال وربنا يديكوا كمان وكمان. قولي ايه الحلم اللي انت حلمتيه جابك دار الام؟ ايه اللي انت تخيلتيه في الحلم او الرؤيه ان جاب. ربنا هيدينا ان شاء الله باذن الله، هو ربنا الاول وانت بعد. ونعم بالله، يعني ده اللي دلك انت اتدليت على كده. انا ايوه ربنا اللي انا استشرت ربنا وربنا الحمد هو لله اللي دلني. مبسوط عند رضا الام بجد والله. والولاده برضه الولاده برضه جينا برضه الحمد لله رب العالمين. ترضعي بقى، وبعد ما ترضعي سنه واحده بقى سنه ونجي رجعك الاجنه على طول، نجي رجعك الاجنه ونبدا تحديد نوع الجنين.